لأنه نحن أمام حكومة تعتبر وبهذا الثقة عند المواطنات والمواطنين، هذا كلامهم طبعا، غريب من قبل هذه الحكومة اللي كتعتبر بأن رصيدها ميز على جميع الأصعدة وأنها حققت في عامين ونص ما التزمت بتحقيقه في 5 سنوات، بل أكثر من ذلك في التطورات وفي الأجوبة التي جاءت فيما بعد، أنهم حققوا في 2.5 ما لم تحققه في المغرب أي حكومة أخرى في 5 سنوات. تبارك الله تبارك الله تبارك ما إلا ما بتنصولوا المغاربة على هذا الرصيد المميز، نهضروا معهم. وعندما نريد نحن في حزب التقدم والاشتراكية أن نخاطب على حد سواء الحكومة بوقت أوسع، وأنوه هنا بالكلمة المميزة لرفيقنا راشد حموني باسمكم جميعا في الجلسة المخصصة إلى ذلك، عندما نريد أن نفصل، لأن 17 دقيقة لا تكفي إلى ذلك، وأننا نوضع الرأي العام الوطني فيصل بيننا، أو أنه حكم بيننا، ونتوجه بمساءلة بشكل راق لهذه الحكومة من خلال رسالة مفتوحة يتم التوجه إلينا بلا حشمة بلا حياء، بتخرج العينين، بالاستناد إلى الدستور. ما عرفت كيف يقراوا هذا الدستور، كيتوجهونا على أساس أنه إحنا في وضعية شروط دستوري، بمعنى أن الساحة السياسية غير موجودة، ما يمكنش أحزاب، إحنا عندنا ذراع واحد هو البرلمان اللي يمكن نتكلموا فيه معاكم مع السيادات ديالكم. وسائل الإعلام، وهناك ما يحكى على هذا المستوى، وباغي ندوزو حتى الأحزاب السياسية حتى هي ما بقات تكلم معاكم غير هنا، لأن تأتون فقط داخل هذين المجلسين للاستناد إلى الأغلبية اللي عندكم فيه من أجل تمرير ما تريدون أنكم تمروا. أما إذا انتقدكم شي واحد وقال شي حاجة، لأنه اليوم يبدو لنا وكأنه حتى المعارضة انتم ما تعترفوا بدورها إلا إلى مشات في السياق ديال التطبيل وديال التصفيق لهذه الحكومة. أما إلى انتقدات بشكل مسؤول وبالخصوص إلى وجهت لكم رسالة مفتوحة، ولاحظوا معايا والمواطنين شاهدين على ذلك والأطراف السياسية الأخرى شاهدة على ذلك، وسائل الإعلام كلها شاهدة على ذلك، رسالة مفتوحة ما فيهاش قسط ديال الهجوم الشخصي على أي كان، فيها مساءلات أساسية واعتبار فقط أنه المجيء أمام مجلس النواب وكذلك مجلس المستشارين خاصة في الأجوبة والقول بأن كل شيء تحقق وبأن السعادة المثلى هي اللي موجودة اليوم في المجتمع المغربي، راه هذا الشيء هذا راه كينم على واحد الاستعلاء، وسمحوا لي نستعمل واحد الكلمة ما استعملناهاش في الرسالة، ولكن هذه المرة غنستعملها لأن هي اللي كتأدي لهذه الأجوبة المنحطة اللي استمعنا إليها في اليومين الأخيرين.
بحيث انكم تعتبروا بان من انطلاقا من الغرور اللي انتم فيه بانكم حقيقه راكم ما كاينش شي واحد اللي استطاع انه يدير هادشي اللي درتيه. والغرور عرفتوا شنو هو اللي كيوقع في بالنسبه لمن يوجد في هذه الوضعيه. الغرور هو بالطبع هو بالذات عندما يعتبر الانسان الذي يقول ذلك كيولي هو براسو كيتيق بداكشي اللي كيقول لانه غائب عن الساحه بشكل ملموس. ما كنتكلمش طبعا ما كنتكلمش على عشرات مئات ربما الاف المنتخبين والمنتخبات اللي كينتميو لهذه الاحزاب المكونه للاغلبيه وخاصه للحزب الذي يسير هذه الاغلبيه، لان على الاقل هذوك موجودين في الساحه كيتكلموا مع المواطنات والمواطنين وعايشين معاهم. كنتكلمين على اللي عايشين في المكاتب ديالهم ويستشيرون مكاتب الدراسات المختلفة والخبراء اللي صلتهم بالمجتمع منعدمة وهما مرتاحين على راسهم فيما يقومون به وكيتيقوا اللوحات لي طابلو لي كوب اللي لا علاقة لها بالواقع الملموس اللي كيعيشوا المواطنين. نتكلم على هذا الشيء اللي كيجعل انه هناك حساسيه مفرطه امام اي انتقاد اللي يمكن نوجهه لكم. وفي هذا الباب ونحن نلح بدايه على انه احنا في ممارستنا السياسيه كحزب منذ 80 سنه معروف علينا احترام الأطراف السياسية كاملة، معروف علينا أننا عمرنا ما هجمنا شخصيين على شي حد، معروف علينا أننا جديين في الطرح ديالنا، كنتقدموا أمام الطرح بالطرح المضاد بالأرقام وبالتحليل وندلي برأينا بجرأة وشجاعة يمكن تعجب يمكن ما تعجبش وتلقينا في مسارنا ضربات على ذلك وبقينا مستمرين. هكذا هو حزب التقدم الاشتراكي منذ أن كان ويستمر، واستمرار تواجده في هذه القاعة واستمرار تواجده كأنشط حزب سياسي بدون منازع من خلال اجتماعات أسبوعية وإصدار بلاغات أسبوعية في الساحة نقول ذلك خصو يكون هذا أقل ما يمكن أنه ديروا أحزاب سياسية. مع الأسف ولينا شبه متفردين. استمرارنا على هذه الوجهة على أننا حزب حي، حزب بقدر ما يحتفظ ويحافظ على هويته وعلى مبادئ المؤسسة بقدر ما هو حزب متكيف مع الواقع، وإلا ما كناش نتواجدوا هنا. فاللي تربى عندنا في سنواته الأولى وربما عندنا تعلم يلوك شويه في الهضره وتعلم مبادئ المؤسسه، لكن الرياح ديال المسارات الشخصيه حتى لا اقول شيء اخر جعلته يلحق بالحزب اللي هو اليوم فيه على الاقل يحترم هذا الحزب الذي من الغالب أنه
في جلسة عمومية قريبة ربما واحد سنة نص، كان ينوه به أي بحزب تقدم الاشتراكية ويقول كلام في حقه بأنه حزب مميز وكيلعب دور أساسي في المعارضة وحزب وطني وغير ذلك من الكلام. كان يقول استسمح رشيد، لكن هذا الواقع، كما كان يقول في زيارة أخيرة بالصين وحاضر فيها الرفيق رشيد عندما يقدم حزب تقدم الاشتراكية والرفيق تحديدا الرفيق رشيد يمثل حزب عريق وطني له 80 سنة موجود في المغرب متميز في أدائه كيلعب خاص إلى ذلك. فماذا تغير سيد رئيس المجلس؟ أقصد ماذا تغير؟ الذي تغير هو أنه هذا الحزب هذا اللي هو احنا ارتكبنا جريمة، جريمة ما بعدها جريمة، وجهنا الرسالة المفتوحة الثانية. وربما نبهوني بعض الإخوان، إخوان أقول يعني ماشي من داخل الحزب، بأنه ماشي غير وجهنا رسالة ثانية بعد ما وجهنا الأولى، وتذكروا كيف وجهت الرسالة الأولى بنفس الأسلوب ديك المرة ببلاغ من قبل حزب، حنا ما توجهنالوش، حنا توجهنا الرئيس الحكومة فيما يتعلق بسياسات عموم، وكنا كننتظر ولينا لا على ان داك الشيء خارج، وبالارقام كذلك على المغاربه بانه داك الشيء ماشي هو. إذن هو اننا خرجنا الرساله الثانيه، ولكن خرجنا كذلك واحد الفيديو الاولى والثانيه يبدو ان على اي حال باسلوب حديث كان عنده واحد الدور. وتذكروا ان الفيديو الاول والثاني راه ما فيهم لا قذف ولا إساءة شخصية لأي كان، فيهم فقط نفس التأكيد بشكل مبسط على نفس المواقف الموجودة فلا مفتوح. أخ طبعا عندما وجه التعليمات، لأن هكذا تسير الأمور في الحزب الذي نتحدث عنه، عندما توجه التعليمات ويقال لبعض لي ليوتنو كما كيتسماو في فضاء اخر انهم يتكلموا ويجاوبوا، الجواب الوحيد اللي كان توصلوا به هو ما استمعنا اليه. وكنعاود نكرر، لاحظوا معي بانه ما جاوبونا لا على واقع الفضاء السياسي ولا على التشغيل ولا على الوضع الاقتصادي ونسبة النمو ولا على ثقة من عدمها في الفضاء السياسي ومناخ الأعمال ولا الملايين ديال المغاربة كاينش في الفعل العمومي ولا على الحماية الاجتماعية والتعثرات ولا على الدعم المباشر ولا على السكن ولا على غير ذلك من الامور اللي جبناها في الرساله ديالنا مرقمه مدعمه تحليل. ما جاوبوناش عليه، لاحظوا معنا مشاو فقط لهجوم على الحزب وعلى بعض الاشخاص داخل الحزب. هذا هو المستوى ديال السياسه، خاصة وسمحوا لي نقول لكم بأنه لما الأمر كيجي من عند بعض الناس هكذا على أي حال كيكون مؤسف، أما لما كيجي من قبل مسؤول كيحتل مرتبة عالية في المؤسسات ديال الدولة
وكيرأس هذه المؤسسة اللي احنا فيها اليوم بهذا المستوى الساقط، فتساؤلات عريضة تطرح بالنسبة لصحة سلامة الفضاء السياسي اليوم. ربما الإخوان يتأثرون بالمصائب وبطبيعة الناس اللي دخلوا منا في الفضاء السياسي، خاصة منذ انتخابات 2021. توصل ببعض المكالمات الهاتفية داخل صفوف التي تعبر عن ذكائها أمام هذا الرد الساقط اللي تقدم لنا في اللقاء الذي كان يوم السبت، واللي كيعتبروا بأنه ما متفقينش معنا في كل ما قلناه في الرسالة، لكن كيعتبروا بأنه الجواب يعني لا يشرف بتاتا، خاصة عندما يكون من يدلي بهذه التصريحات هو رئيس مجلس النواب. بالطبع كيحاولوا يستعملوا بعض الأمور اللي ربما هيقولوا هيحرجونا بها، فبغيت نتوجه سيد الرئيس ونقول له رئيس المجلس، أما رئيس الحكومة ما غنتكلمش معاه، غنقول له فقط بأنه إذا كان هناك ارتباك فالارتباك ليس عندنا، لأن هذا ماشي ارتباك. صيفط لكم رسالة مفتوحة وفيها انتقادات مرقمة مدعمة بتحليل، هذه ممارسة راقية سامية ديال النقد وتعبير على الدور المنوط بالأحزاب السياسية وبالمعارضة تحديدا في الدستور داخل وخارج البرلمان. ارتباك عند من؟ ارتباك عند اللي عطاك تعليمات لهادو لليوتنا باش يجاوبوا بهالطريقة الساقطة. هالارتباك فين كاين؟ لأنه لا يحق لأي كان أنه ينتقد هذه الحكومة شبه المقدسة. ما تنتقدوش، هادو باغيين يرجعونا عقود إلى الوراء من خلال ممارستهم. ومن ضمن الأمور التي تقال ربما احنا ما نقدروش نجاوبه بأننا تعرضنا لرسالة ملكية، نحن تعرضنا فعلا إلى جانب أطراف أخرى وأشخاص آخرين من بعد الحسيمة، والحسيمة مزيان نذكروا المغاربة شكون اللي موجود في الأصل ديالها وديال مشاكلها وديال كل ما جرى من بعد. مزيان نذكروا بأنه الأصل يعود إلى ما حدث في الصيد البحري والوفاة اللي وقع عنداك، وشكون اللي موجود تحديدا كوزير ديال الفلاحة وديال الصيد البحري في هذه القصة. مزيان نذكروا به وكل ما أتى من بعد من تطورات سلبية. تماما مزيان تماما، هادو كيأكدوا مزيان. إذن مزيان ذكروا بذلك، توصلنا فعلا بهذه الرسالة وفهمناها وفهمنا المغزى ديالها وفهمنا خاصة بالنسبة لنا أنها مرتبطة أساسا بالمواقف التي كانت لنا
وبصمودنا ووفائنا لتحالف حكومي، لأننا عندما نقوم باختيارات نذهب بهذه الاختيارات إلى نهايتها كحزب مستقل. إذن أدينا الثمن ديال مواقفنا، والجميع يعلم ذلك. أدينا الثمن على ماذا؟ أدينا الثمن على صمودنا أمام ما كان يحاك من مؤامرات إزاء الفريق السياسي، وكان من ضمن المنفذين الأساسيين، المنفذين ماشي الذي كان يقود هذه العملية، وتحديدا تكون أمور واضحة. من غادر اليوم الساحة السياسية والحمد لله، والذي كان يأمر عدد من الفاعلين السياسيين المختلفين في أحزاب مختلفة، ومنهم السيد الرئيس. ماشي انت رئيس المجلس باش ينفذوا بشكل طيع وبخنوع مجموعة من التعليمات التي أفسدت الفضاء السياسي وتدخلت في شؤون الأحزاب المختلفة وأدت إلى ما نحن عليه اليوم في هذا الفضاء السياسي، من هو بين الأحزاب والمؤسسات والبرلمان والحكومة والرأي العام الوطني وخاصة الفئات الشابة منه. ففي الوقت اللي احنا كنا كنصمدوا أمام ذلك، البعض الآخر كان مساهم بشكل مباشر في هذه الأعمال السلبية على مستويات مختلفة حتى داخل الحزب الذي ينتمي إليه، حتى داخل الحزب الذي ينتمي والذي عرف ما عرفه من انقلابات داخلية وتطورات داخلية لا أريد الدخول فيها، هذا أمر داخلي لهذا الحزب يدبر راسه بها. لكن الفاعل الأساسي في ذلك نعلم من هو وماذا كان ينفذ من تعليمات على هذا المستوى. فمن الأحسن أنه يعطينا اتساع، لأنه إلى قرر أن يستمر خاصة في توجيه بعض الاتهامات والكلام الساقط إزاء حزب التقدم والاشتراكية، عندما يريد أي شخص أن يستعمل هذا الأسلوب في العمل السياسي، أي الهجوم الشخصي والهجوم على الأشخاص، ما فيها بس ينقب بداره، وما فيها بس تسمو ومسؤولين في وزارات وفي غيرها للتسمو بالاستقامة وبالنزاهة وبالحرص على خدمة الصالح العام، من الأحسن أن الإنسان لما يتوجه لهم حول رصيدهم، ولكن يعطيهم ابتقار على المستوى الشخصي، خاصة كما قلت لما يكون هذا السلاح ديال الضعفاء اللي هو الهجوم الشخصي يأتي من شي حد اللي عليه انه يحتاط من هذه الناحية، وتحمل المسؤوليات في مستويات مختلفة دال على ذلك، وما يلزمنا حد بأن نخوض أكثر في هذه الجوانب. ثم
يقال لنا بأنه نحن أمام حكومة اللي لن تقتها ما كتجاوبكش حول ما قامت به أو لا تقوم به، كيجاوبوك بشكل يعني هامشي ماشي بشكل رسمي، وكيجاوبوك بالسب وبالقذف وبالشتم، وكيقولوا لك بانه احنا يعني احنا اولا توجهوا لهم شي حد اخر، حتى هما غيقولوا له انتم فشلتي، وراه كيقولوها الاحزاب الاخرى بان احنا كلشي فشل، وبان المغرب عمليا بدا في 2021 عاد بدا المغرب عاد بدات الخدمه. غير كينساو واحد المساله اساسيه، هو انهم هما احنا هذه 20 عام وغنرجع لها، ولكن هما راه هذه 40 عام وهما في حكومات متتاليه 40 عام والزياده 45 تقريبا. فماذا تقولون الان بان كل هذه الحكومات اللي شاركتوا فيهم قبل التناوب وبعد التناوب كلهم فشلوا، حتى جيتي وانتم عندكم رئاسه الحكومه، وراه كانت عندكم رئاسه الحكومه من قبل اللي كانت كتسمى الوزاره الاولى انذاك، راه كانت عندكم، وانه المغرب لم يقم باي شيء وجات هذه الحكومه اللي حقيقه هي اللي حققت كل شيء ما لم تحققه اي حكومه اخرى. هذا هو الطرح اللي كان. وبالمناسبه اريد ان اؤكد على شيء، ماشي لانه يعني وكاننا سياسيين كنحاولوا نغطيه ولا كنحاولوا نحافظوا، لان الواقع يدل على ذلك والمواقف تدل على ذلك. نحن نقدر عاليا المسار ديال هذا الحزب كما نقدر مسارات ديال احزاب وطنيه اخرى. هذا الحزب الذي ينتمي الى فئه معينه، لا اريد انني نكرر الكلام اللي كان كيتقال خاصه هي من الكتله الديمقراطيه على هذه الاحزاب، ولكن هذا الحزب كان له مسار، وفي ذلك المسار تفرد بعض الشيء. ونحن في حزب التقدم والاشتراكيه كلنا تقدير للدور الذي كان له انذاك من اجل المساهمه في فتح الباب لمزيد من الديمقراطيه ومزيد من حقوق الانسان وغير ذلك. لما كانوا واحد العدد ديال القامات كيسيروا هذا الحزب والتي كانت لنا معهم كحزب وحتى على مستوى شخصي، ورغم صغر سني انا ذاك ما دابا تنرى على محل ناهيك على القاده ديالنا التاريخيين علي عتا وغيره من داخل هذا المجلس ومن خارج هذا المجلس اللي كانت لنا معهم علاقات متينه تقديرا لهم، وعلى راسهم الرئيس المؤسس الذي على اي حال اتشرف بان تكون لي الى يومنا هذا علاقات معه في وقت اعلم بان لا احد يفتش كما كيقول المغاربه بالدارجه فيه او يسال عنه، على الاقل على مستوى الوفاء للماضي. هذا الحزب حنا كنقدروه وخليه في هذا المستوى اللي كان فيه، وخليه في مستوى اذا وقع الاختلاف يقع على المواقف وعلى التوجهات وما كيوقعش على مستوى تأكيدات ساقطة التي لا طريق، والتي كما قلت تعتبر من أسلحة
الضعفاء. فاحنا كنا معكم في حكومات منذ عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه. احنا اخرى، احنا احزاب اخرى، الى نجحنا نجحنا جميع، والى فشلنا فشلنا جميع. ما يمكنش انتم ديروا لنا بواحد النوع ديال مقاربه سحريه انكم مساهمين في حكومات، خاصه هذه الحكومتين الاخيرتين اللي دازوا قبل منكم، وانهم فشلوا ولكن انتم نجحتوا. سبحان الله العظيم، في الوقت اللي المسؤوليه في الحكومات هي مسؤوليه جماعيه، فبالتالي اما اننا نجحنا جميع اما اننا فشلنا جميع. بركه ما تكلفوا المغاربه. ولما كتقولوا لنا اننا خصنا نبقاو في البرلمان باش نتناقشوا معاكم، ما كتذكروش نتوما لمده سنوات في الحكومه الاخيره قبل منكم، كل سبت وحد كتمشيو تنظموا التجمعات وكتضربوا في الحكومه اللي نتوما طرف فيها، وكتعكسوا كل ما تقوم به هذه الحكومه. تتذكرون ذلك؟ شكونتيو كديروا؟ مع من كنتيو كتخدموا انذاك؟ وانتم اعضاء في الحكومه وملزمين بالتضامن الحكومي. هادشي كان مباح لكم انتم انكم تمشيو وتتصلوا وتديروا تجمعات وتقولوا كلام حق الحكومه اللي انتم فيها واللي كتحملوا فيها مسؤوليات اساسيه اساسيه، وباقيين اليوم كتقولوا لنا ما داروا والو. وانتم عندكم فيها الماليه والصناعه والفلاحه والصيد البحري والسياحه والصناعه وما عرفتاش، يعني اساس الحكومات، باقي اليوم كتقولوا لنا حنا هذوك الحكومات ما داروا والو، دخلنا عليكم بالله، واش نتوما معقولين؟ اذا هذا بالنسبه لي هذا المستوى اللي اعتبرته هو حقيقة الأكثر انحطاطا، لأن كانت بعد الكلام الآخر الذي قيل ما كاين باس يمكننا ندققوا فيه، ويمكننا نقولوا مثلا بأنما هذه الرسالة المفتوحة اللي صيفطنا واللي هي عند الرأي العام اليوم هي رسالة اللي ناتجة على المداولة الجماعية الحرة المسؤولة لقيادة حزبية تعمل بشكل جماعي، وهي المكتب السياسي للحزب، وهما عدد منهم حاضرين هنا، ويمكن لهم يقولوا لكم بأنه بداية محاور هذه الرسالة تم اعتمادها في اجتماع ديال المكتب السياسي. ثم صياغة هذه الرسالة هي فعل مناضلين ومسؤولين وطنيين ديال هذا الحزب، ترباو في هذا الحزب، وبكل تواضع أنا منهم، باش يجي واحد عاد كيتعلم السياسة اليوم يجي يقولنا ربما يتأثر في ذلك بما يقومون به هم، فين ما يبغيو يصيغوا شي حاجة يعيطوا لمكاتب الدراسات ويقولنا بان ما حنا عندنا شي وافدين جدد هما اللي داروا لنا الصياغه. واش نتوما عارفين مع من كتهضروا ولا؟ راه حزب التقدم الاشتراكي هذا راه معروف في تاريخه بانتاج المواقف وبانتاج المذكرات وبانتاج الاطروحات في المؤتمرات وبالتفكير، الى درجه ان البعض ربما حتى لما كان كيبغي ينتقدنا كيقول لنا هذا حزب غير ديال المثقفين، ماشي ديال التكنوقراطيين، ديال الناس اللي مجربين في السياسة. يمكننا نخطئوا، يمكننا نكونوا على صواب، ولكن هكذا كنعملوا الصياغة. تا منين جاتكم هاد الفكرة هادي؟ لأن كم حنا محتاجين لشي حد باش يديرنا الصياغة؟ الصياغة كنديروها لراسنا، حتى الترجمة كنديروها لراسنا، لأن هادي هي الإمكانيات ديال حزبنا. هذا ما لقيتو ما تقولوا، إضافة اللي خصكم تهضروا معنا في البرلمان للسب والقذف والشتم في الأشخاص،
المساس بحزب سياسي الجميع يشهد له بمصداقيته وبدوره، كتجيو باش تبخسوا من هذه المبادرة اللي يبدو أنها أوجعت هذا الحزب. كل ما كان شغرتهم بهذه الطريقة لا أعتقد أنهم غيهجموا علينا بهذه الطريقة. فالله يخليكم، حاولوا أنكم ترفعوا شوية المستوى. الشباب ديال اليوم كيقولوا طلعوا النيفو، طلعوا النيفو شوية. إلا كنتوا فعلا كتعتقدوا بأن ما أنتم دايرين هادشي كامل، أنتم راضيين المغاربة، وأنتم يعني حقيقة الجميع معاكم، وارتاحوا مع راسكم، علاش مقلقين على أي واحد كينتقدكم؟ وجاوبونا نقطة بنقطة على الأمور اللي قلنا لكم، وجاوبونا بإنجازات حقيقية، لأن الجواب الوحيد اللي توصلنا به، الوحيد في العشر نقاط اللي ذكرناها، هناك جواب واحد، هو أنه على مستوى حقوق الإنسان المغرب أصبح يرأس المجلس العالمي لحقوق الإنسان. دخلنا عليكم بالله، واش كتعتبروا بأن ما عندكم أنتم كحكومة شي يد في هذا المنصب اللي كيحتلوا اليوم المغرب؟ ونعلم بأنكم بعاد تماما كحكومة عن ذلك، وبأن الأمر يعود إلى المجهودات الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب، والتي طبعا يشرف عليها بشكل مباشر صاحب الجلالة. هذا هو الجول الإنجاز الوحيد اللي حاولوا يقولوا لنا أنه داروه في تصريحين لمسؤولين آخر نحترمه ونقدره، وشخصيا نحترمه وأقدره. هكذا إذن كانت مختلف الأجوبة، وراكم شتيوها وراكم قريتيوها. ربما أنني طولت شوية، لكن باش نقول أنه مع احتفاظنا بمستوى معين من المسؤولية فيها، بس أننا نجاوبكم وأننا نقول لكم الله يخليكم، حاولوا تفاعلوا معنا على عشر نقاط، وخا ما عجبتكمش غنعاودهم لكم، ما غنطولش، ما غنقراش الرسالة طبعا اللي احنا اللي صغناها، طبعا نعاودها لكم، ولكن غنزيد نقول لكم بأنه أولا من تواضع لله رفعه. أولا، كيف ما كانت درجة الإنجازات، أول شيء الذي يميز الحكماء هو التواضع، لوميليتي، ماشي تتكلموا مع المغاربة على أساس أنه أنتم كل شيء درتيه، كل شيء توصل بالدعم، كل شيء مغطي اجتماعيا، الاقتصاد بخير، البطالة ما بغيتوش تهضروا عليها، الى كل شيء مزيان، وديك الشيء اللي قلتيه في خمس عامين ونص، في خمس سنين غديروه راكم درتيه في عامين ونص، وكتجيو كتجاوبوا بهذه الطريقة، وكتجاوبوا كذلك بأنه ايوا هذيك المؤسسات الوطنية اللي كتقدم تقارير، اياكم ثم اياكم انكم تقدموا بالتهديد، بالتهديد. شكون بغاو يكونوا بالسلامة انكم تتكلموا على مؤسسات اخرى واللي كنعرفوا من يرأسها، لا الاولى ولا الثانية، بمعنى الناس كيقوموا بالواجب ديالهم وطنيين، وهذا العمل داروه مع جميع الحكومات، كل الحكومات تلقت تقارير اما من عند المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اما من عند المندوبية السامية ديال التخطيط، كل الحكومات كلها، خاصة في الموضوع ديال البطالة او ديال المؤشر ديال كلفة المعيشة، او خاصة كل الحكومات، ما كاينش شي واحد هددهم في الحكومات المتعاقبة ويتكلم. هذا هو الغرور، هذا هو الاستعلاء، ها
هذا هو حقيقة يعني الخرق ديال الدستور الحقيقي، بانه ما نخليوش لاي هيئه اخرى خاصها تطبل. وحتى حنا راه هادشي اللي باغيين يديروا معنا، حتى حنا كحزب باش نكونوا مزيانين في المعارضه خاصنا نطبلوا او نديروا شي انتقاد يعني لايت تماما لايت داكشي. يلاه يلاه، اما الى خرجنا شي حاجه ثقيله بحال الرساله المفتوحه وراها ثقيله، قلبوا فيها على شي حاجه اللي فيها شي هجوم شخصي ولا شي حاجه من هذا القبيل. لكن فيها واحد انكم ما درتي والو سياسيا، كنعاود ناكدها هنا من داخل هذا المجلس، ما درتي والو لا سياسيا ولا ديمقراطيا، وما قربتوش لهذا الفضاء لانه يزعجكم ولان ضعفكم السياسي بين، ولانكم تخشون هذا الفضاء وما يمكن ان يحمله. اما انت فيها نحميوها الفساد من الفساد والمفسدين، باش نحميوها من استعمال الفاحش ديال المال. ماشي عاد اليوم كنقولوها، قلناها من زمان ولكن قلناها بالخصوص في 2021، لان هادشي غيؤدي لكارثه حقيقيه بالنسبه للمؤسسات ولمن يملا هذه المؤسسات، وغيؤدي لكارثه حقيقيه داخل سوق الاحزاب والقرار المستقل ديال الاحزاب وسلامه هذه الاحزاب ومصداقيه هذه الاحزاب وثقه المواطنين في هذه الاحزاب وفي المؤسسات. ثم لا يهمكم الامر الحصول على اغلبيه وكتقولوا لنا كتبجحوا احنا صوتوا علينا المواطنين. ثم باش صوتوا عليكم المواطنين بالعطنان ديال الاموال اللي نزلتيو في الانتخابات؟ تريدون ان حزب وطني مسؤول نقي انه يواجه هذا الشيء؟ هذا بغيتو نديرو بحالكم؟ حتى الا بغينا ما عندنا لا الامكانيات ولا نعرفوا نديروا هذا الشيء، ولا نريد ان نسير في هذا الاتجاه، لاننا لا نريد لوطننا ان يسير في هذا الاتجاه. ما باغينش تجيبوا هذا الموضوع ولا باغين تحضروه، ولا ربما كاع هو بين يديكم، ربما لانكم كما قلنا لكم في الرساله معولين في بكل بساطه تعاودوا 2021 وباكثر. داكشي اللي استعملتوه في 2021 ناري عم الله جات خرجوا لنا في 2016. ثم هذه الفاد اش من اثار، اش من نسبه ديال التصويت، اش من لا غزيد، وما غنطولش بنفس الدرجه بالنسبه لي للنقاط الاخرى، لكن كنعاود ناكد لكم الله يخليكم جاوبونا على فشلكم الذريع في التشغيل في ارتفاع نسبه البطاله. الارقام بينه، لا داعي انني نكمل. جاوبونا اللي تقلنا فقط، ما تقلناش جوابا على المراسله، قلنا بانه النصف الثاني. اما النصف الاول يعني هذا راه اعتراف ضمني بانه القضيه حامضه وبانكم ما درتي والو. جاوبونا على الفشل في الاهداف الاقتصاديه وفي تحسين مناخ الاعمال. جاوبونا، اعطينا لكم اشياء ملموسه على نسبه النمو، على تنزيل ديال القرارات اللي خصكم تنزلوها، على مجلس المنافسة، على ما يقع في المحروقات. راه واحد الطابلو خرج هاد الصباح كيدور، يمكن راه يمكن راه قديم. بما اننا كنتكلموا على المحروقات في الوقت اللي بلدان بحال تونس بحال مصر دايرينهم حتى الجزائر، ولكن الجزائر نقولوا عندهم هاد المواد في الوقت اللي هما كيتراوحوا بين 5-4 بالدرهم المغربي، حنا طالعين 14. بقدرات ديال الاسر المغربيه اللي تقريبا مشابهه.
ولا أحد يريد أن يلتفت إلى هذه المحروقات أو إلى القرارات علتها ديال مجلس المنافسة من أجل مراقبة ذلك. هذا الشيء ما نتكلموش عليه. أما لا جبدنا هذا الشيء، إلا جبدنا هذا الشيء ديال المحروقات أو جبدنا هذا الشيء ديال غدا، ولكن نجبدوا هذا الشيء ديال المعامل ديال التحلية أو نجبدوا ما يقع بالضبط في الفلاحة، أنا ذاك غنصبحوا حقيقة ربما ربما أنه في إطار هذا النقد اللي كنقولوا ربما تحرك ضدنا شي مسطرة. فإننا كنقولوا أمور اللي مرتبطة بالساحة السياسية وبما يجري فيها. فجاوبونا على هذا الشيء واللي قدمنا لكم بالأرقام، جاوبونا على الفشل في تحقيق السيادة الاقتصادية على جميع المستويات. ثم شادين النغة في الماء، مزيان ديك الشيء اللي درتيو في الماء واللي اعترضتيو عليه لما كنا كنقولوه في حكومات سابقة، فباش نعاود نذكروا المواطنين بذلك. وما كنتوش باغيين ان يتعطي ديال القطاع ديال الماء في تسييره كما كنا نعمل على تسييره، وكان في ذلك واحد الشق مرتبط بضرورة مراقبة ما يستعمل من مياه في القطاع الفلاحي. فبالتالي كنت من الرافضين لأي إجراء عميق في المجال ديال الماء. تجيتيو وعطيتيو والحمد لله على ذلك، لأن للدار كيمس مجموعة ديال المصالح. أما الأمن الغذائي فحديت ولا حرج، والأمن الطاقي فحديت ولا حرج، راه هادشي كله عندكم. يا كنتوما تايقين في راسكم وكتعتبروا بان ما كاين انجازات، وجاوبونا على هذا الشيء وبينوا للمغاربه بان ما كاع داكشي اللي كيقولوا حزب التقدم والاشتراكيه راه يعني مجانب للصواب. جاوبونا ايضا على النقطه السادسه او الخامسه، غلاء الاسعار. دابا حتى غلاء الاسعار حنا اخترعناه، ما موجودش، كتلعبوا لنا بالارقام. في الوقت اللي كانت نسبة ديال التضخم مرتفعة برقمين، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية اللي وصلت حتى 20%، ودابا يبدو واحد التراجع، ولكن التراجع مقارنة بماذا؟ تراجع مقارنة بديك الشيء اللي كان بجوج الأرقام. لكن في انتظار ذلك، ورا قلنا لكم باش تبان المغاربة، راه اللحم ب 140 درهم، ورا الحوليد العيد بالمناسبة شوفوا بشحال غيكون، وراكم رغمال عيد زدتيو في البوطة. حنا ما كنقول لكمش ما باغينش مراجعة المقاصة، كنقولوا غير كسياسيين، كتقولوا على راسكم سياسيين وخليو بعدا غير العيد يدوز. يعني ها المغاربة الهلاك على الهلاك، وحنا هادشي خصنا نصفقوا لكم، ياك نقول لكم بانما انتم غاديين في الطريق مزيانين، اكملوا. راه الحمد لله اللي موجود حزب بحال حزب التقدم الاشتراكيه كينبهكم، اللهم ننبهكم حنا بشكل مسؤول داخل مجلس النواب وخارج مجلس النواب، ولا تكون تنبيهات اخرى. راكم عشتيو الاحتقانات الاجتماعيه المختلفه اللي ما عرفتيوش تدبروها، وكتبجحوا لنا بداك الشيء اللي درتوه في التعليم. فقط نقول لكم ان داك الشيء اللي درتيوه في التعليم راكم عملتيوه تحت الاكراه بالنظر لحجم المظاهرات التي كانت موجوده، ما كنتيوش باغيين تعطيو داك الشيء اللي عطيتيوه، وما كنتيوش باغيين توصلوا لداك الشيء اللي مشيتي وكتصرحوا به وكيصرح به السيد الرئيس رئيس المجلس. بالمناسبه نذكر لانه في تصريح شهير قال بانه الى ما وصلناش لديك الشيء ديال 7500 فاجيو جريو علينا بالحجر. طبعا حنا ما غنجريوش عليكم بالحجر، يعني بغيتونا نرجموكم؟ لا، ما غنديروش هذا الشيء. حنا فقط يكفينا نقول لكم هذه المواقف، بركه علينا وبركه عليكم. اذا غلاء الاسعار هو موجود، وليسونس ب 14 وربما 15 وربما راه هو موجود.
هادشي راه المغاربه باقيين كيعانيو منه، وبالطبع جاء عدد من المواد الاخرى الاستهلاكيه اللي كتعرف هادشي. الامور مستقره في ذلك، فبالتالي هذا مساس بالقدره الشرائيه ديال المواطنين. جاوبونا على الارقام ديال المندوبيه الساميه اللي كتقول ان 3.2 مليون مغربي نزلوا تحت العتبه ديال الفقر وغير ذلك من الامور. اما التغطيه الصحيه فجعلتيه منها العصا السحريه والشعار ديال الدوله الاجتماعيه. الشعار موجود، النصوص موجوده، المجهود الاداري موجود، تخصيص بعض الموارد موجود، بل ورد ذلك على المستوى الفعلي، نبهناكم الى ذلك بالملموس. ما بغيتيوش تسمعوا هذا الهضره، خصنا غير نقول لكم طيب مزيان. حنا بغينا نقول لكم غير سيروا الله يخليكم عند المواطنين، سيروا عند ديك 8 المليون اللي قلتيو انهم ما موجودينش كاع، اللي ما تحولوش من الرميد للتضامن. عندهم امراض مزمنه وعندهم وعايشين كوارث حقيقيه. سيروا عندهم سولوهم، رديتوهم ما كاينينش، وقلتوا لنا الا كانوا كاينين في نفس النوع من الاستعلاء نخرجوهم للشارع. حنا ما نخرجوهمش للشارع، والله ما قادين على ذلك ولا باغيين نديروا هذا الشيء، هذا ما باغينش. ولكن انتم ربما بما انكم حكومه هائله، وهذا كنوجه تحيه لصاحب حقوق التاليف في هذه المساله، بما انكم انتم دوزتوا 10 المليون دوزتوهم لامو التضامن ونجحتوا في ذلك، خرجوا انتم ديك ال 10 المليون يهتفوا يقولوا عاش الحكومه، خرجوهم انتم. ولما تكلمنا معكم على هذا الشيء ونبهناكم الى الهفوات في المهن الحره وفي الفئات غير الماجوره كما نقول بالضبط، لي ترافايور نون سالاري بمعنى العمال غير الاجراء الى غير ذلك، نبهناكم والارقام داله. ها 27% ما عرفتش هكذا الشيء ديال المساهمات 15 شيء داله، عطيناكم الارقام كامله شي ما كتجاوبوش عليه. ولما قلنا لكم ما يقع في الدعم المباشر، انا كنت مؤخرا في بوعرفه وكانت امامي قاعه وكنحكي لكم ذلك بكل بساطه. كانت امامي قاعه فيها بالخصوص نساء في واحد السن متقدمه وعايشين اوضاع حالكه صعيبه، ما عندهم عمليه لا مدخول ولا افاق بالنسبه للمنطقه اللي فيها حدود مغلقه واللي فيها المناخ اللي غير مساعد وغير ذلك. ولما بديت كنتكلم على التغطيه الاجتماعيه وعلى الدعم المباشر، وكان ما بغاش يجي لي ديك الكلمه ديال المؤشر، شكون اللي نبهني الى المؤشر؟ هاد النساء هما اللي قال لي المؤشر، يعني هاد المؤشر اللي ولا واحد طامه كبرى بالنسبه للمواطنات والمواطنين، كابوس حقيقي. هادشي ما كتسمعوش انتم غير غاديين في الارقام وفي البيرويات وفي المكاتب وفي لي كورب وفي لي طابلو، غاديين. وعطيونا الله يخليكم وطلبنا منكم هادشي، عطيونا الارقام وعطيونا هاد القانون اللي كنطلبوا انكم ديروه، اللي موجود في دول راقيه، قانون ديال التمويل ديال التغطيه الاجتماعيه، عطيوه لنا باش لما تبداو تجيبوا لنا القانون المالي جيبوا لنا الارقام الداله شحال واحد مستفد وشحال فعلا صرفتيو، ماشي تبقاو تقولوا لنا حنا غنصرفوا 25 مليار الى 29 مليار وغنصرفوا 10 مليار وتقريبا 9.5 في السكن وغنصرفوا 51 مليار في التغطيه الاجتماعيه وغير ذلك. ولكن حنا بغينا نشوفوا هذا الشيء بالملموس، واش تصرف فعلا ومنين تصرف؟ وننتظر ان تقوموا بذلك. طلبنا منكم هذا الشيء، جاوبونا الا نتوما تايقين في راسكم وكتعتبروا بانكم درتيو الدوله الاجتماعيه وكل شيء بسلام وكل شيء بخير. وعاد واحد العدد ديال المجالات اللي ما كتقربوا لهاش، ما عندكم علاقه بها، بدءا
بشي حاجه اللي هي وثيقه وطنيه. اليوم وثيقه وطنيه مرجع، انتم عملتي منه مرجع اللي هو النموذج التنموي الجديد، في واحد العدد ديال التوجهات نسيتيه ما بقيتوش تكلموا عليه، جبتيوه كمرجع المره الاولى لما قدمتيه برنامجكم في هذا المجلس امام البرلمان ما بقيتوش كتشيروا اليه. وكما قلنا لكم في الرساله ربما الاهداف ديالو تفوق بكثير ما يمكن ان هذه الحكومه تقوم به، فبالتالي صافي جنبتيه وما بقيتوش تكلموا عليه، خاصه انه كيجبد ها الريع، ها مناخ الاعمال، ها الشفافيه، ها الرشوه، ها الحكامه الجيده، ها تضارب المصالح، ها كيجبد واحد عدد الامور اللي انتم ما باغينش تقربوا لها. اما البيئه وفضاءات اخرى اللي انتم براسكم جبتيهم في الحكم وجبتيهم في البرنامج ديالكم، انتم جالسين علينا بالدوله الاجتماعيه، شعار لقيتوه هو هذا ما ديالكمش، ما عندكم علاقه به، ولكن ما كاين باس، احنا مزيان، احنا فرحانين انكم تستعملوا واحد الشعار اللي احنا ساهمنا بشكل كبير في اننا نرسخوه في الواقع السياسي المغربي، مزيان، ولكن ما تستعملوش هكا شعار، برروه على ارض الواقع. اذا نقف عند هذا الحد ولا نسقط طبعا في اي هجوم شخصي على اي كان، اللهم على سبيل التنبيه. وطبعا ان عدتم عدنا، ان عدتم في المواقف احترمنا ذلك، ان عدتم بالمستويات الساقطة ما عرفت، ربما أننا لن نسايركم في ذلك، لأن حزب التقدم الاشتراكية أرقى بكثير من أن يسقط في هذه المستويات. شكرا لكم.